جاو الاباء طالبوا باننا نديروا معاهم واحد المجهود. المؤسسه قامت بهذا المجهود، قالت لهم شهر 6 ما تخلصوش، قالت لهم شهر 4 وشهر 3 غنديروا معاكم مجهود انا نقصوا لكم 20%. قالوا لنا لي بارون بان راه حنا دابا هذا الوقت هذا راه حنا ما خدامينش، راه حنا عندنا مشكل ما خدامينش ما عندناش مدخول. قلنا لهم وقت ما كان عندكم، وقت ما كان في استطاعتكم انكم تخلصوا مرحبا بكم. بغيتوا تقسموا داكشي اللي بيناتنا تقسموه ب 100 درهم في الشهر، بغيتوا تقسموه 100 درهم في الشهر، بغيتوا تقسموه 50 درهم في الشهر فوق ما كان عندكم تسهيلات، فوق ما كان تسهيلات الاباء فوق ما كان عندكم اجوا خلصوا. وليداتهم خدمنا معاهم العام كامل، ووقت هاد فاش كانت كورونا خدمنا معاهم. الاساتذه تيبقاو تيتواصلوا مع اولادهم حتى 12 11 الليل 12 الليل هما تيتواصلوا معاهم باش يقولوا باننا ما خدمناش، حنا خدمنا. الناس اللي ما قاريينش ولا اللي هذا كنقدوا نشوفوا كباركا، ولكن هذا الشيء اللي تيهضروا عليه هو جماعه على الناس كاملين، الناس اللي استفدوا الناس اللي ما استفدوا. احنا بالنسبه للناس ديال الاباء والاولياء ديال التلاميذ ديال المجموعه ديال المدرسه جينا تنطالبوا هاد المدير ديال المؤسسه باش يتنازل لينا على هاد 50% بالنسبه ديال شهر افريل و 50% بالنسبه لشهر ماي والشهر ديال يونيو. وحنا دابا هاد المؤسسه جينا عندنا نهار الجمعه باجتماع ديال الاباء والاولياء ديال التلاميذ وهضرنا معاه وداك الشيء، والسيد نقص لينا 20% ديال شهر 4 و 20% ديال شهر 5 وشهر 6 تعفينا منه. وبالنسبه لي حنا قلنا ليه راه الناس متضررين، جميع الاباء والاولياء متضررين، كاينين الناس اللي ما خدموش من شهر 3 و 4 و 5 حتى هما باقيين ما خدامينش، على اساس باش ناديو ليه 50% من شهر 4 و 50% من شهر 5 وباش يستعدوا الوليدات لهذا الدخول المدرسي الجاي ان شاء الله. ودابا هو راه ما جينا مع الحوار الثاني ما دار معنا حتى شي حاجه، وخلانا دابا راه حنا دابا التجأنا للصحافه وكنتمناو من الوزاره المكلفه بهذا التربيه والتعليم باش تشوف من حال هاد الوليدات ومن حال هاد الناس هادو. انه من الوزاره الوصيه واللي المكلفه بهذا القطاع ان في اقرب الاجال باش تتحل لنا هاد الامور، لان الاباء راه جاي دابا لانسكريبسيون ديال المدارس خاصهم يوطئوا اولادهم فين يشوفوا فين غيديرهم، لان هاد الناس كنا دايرينهم امانه عند ولادنا عندهم، دابا ولينا كنشوفوا امور اخرى انهم خايفين منا. جاي العيد وجاي البدايه ثاني ديال شهر تسعود، يعني راه جايين ظروف صعيبه، وراه الناس ما غيخرجوا في هاد الازمه ربما عن سنه عاد غيخرجوا من الازمه. هو في ظل الازمه باقا ماشي يعني واحد لمواتي ديالها ولاده وباغي يربح. حنا كنطالبوه دابا باش يدير، لان باقي تابعنا مصاريف اخرى. الولد راه ما كيتقامش على الواجب الشهري ديالو، راه كاين واجبات اخرى كنظموهم، راه كنظموا رحلات، كنظموا بزاف د الحوايج. حنا كنبقاو معاهم مساهمين معاهم في هاد الشركه اللي دايره هو كمقاوله للربح. راه ماشي كاع الشركات كيربحوا، كيجي واحد الفتره كي بنادم كيتعاون. حنا راه تعاوننا معاه بغى يعطينا النص، راه الدوله خاصها تدخل. هاد الناس مثلا راه كاين اللي ما شدش الدعم، راه كاين اللي ما استافد والو، راه كاين اللي ما عندوش. دابا كيهضر كانوا كيسمعوا الجروبات اللي داروا في واتساب، راه الناس قالت لك خاصنا الطريف باغا نديه ليه، الا ديتو ليه هو ما كاينش الناس اللي غنوكلهم. بالنسبه للخدمه عن بعد راه كاينين اغلبيه الناس ما استافدوش منهم، خاص يكونوا لي باغون عندهم النيفو ديال الدراسه اولا. كاين غالبا الولد علاش قيدوا لي باغون علاش قيدوهم في المؤسسه الخصوصيه باش تعلموا تعطيه تفيدوا. اغلبيه ما استافدوش من عن بعد، لان الدري مولي تتجاوب كاينه يعني بزاف الحوايج ما الدري ما استافدش. الدري ولا ستريس، ولات الام حتى هي عصبيه، راه ولات بزاف، راه ما بقيناش مرتاحين في البيوت ديالنا. وكاين اللي الاباء اللي شدوا كونجي باش قراو ولادهم عن بعد. علاش استثنى الاولى باك والثانيه باك؟ الناس الاخرين دار معاهم تسهيلات، دار معاهم 20%، والاولى باك والثانيه باك قال لك خاصهم يخلصوا جميع المستحقات وجميع الشهوره. يعني انا غير عندي سؤال ليه، واش هاد الاباء ديال الاولى باك والثانيه باك هم اباء بوحدهم ماشي نفس الاباء ديال الاخرين اللي في الاعدادي ولا الابتدائي ولا الثانوي؟ هذا هو السؤال ديالي. وسؤال وعندي حاجه اخرى بغيت نضيفها، انا كنطلب من الوزاره ومن وزاره التعليم ومن الوزاره الوصيه ومن اي حد يشوف لنا حل لوليداتنا. راه ما بقيناش هي جايه السنه القادمه ان شاء الله، ما عدد من الناس كثير 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 اللي ما غيقدوش يقريو ولادهم في المؤسسه الخصوصيه. واش كاينين شي كراسي لوليدات اللي كيقراو في المؤسسه الخصوصيه؟ انا عندي سؤال للوزاره المكلفه،
تقلب لينا على كراسي لهاد الوليدات ديال المؤسسات اللي كيقراو في المؤسسات الخصوصيه، وخاصه ان الظروف ديال الكورونا جات صعيبه على الناس كاملين. كاين ناس فقدوا العمل ديالهم ماشي في هاد ثلاثه اشهر، كاين ناس فقدوا العمل ديالهم من بعد، يعني يقدر مثلا لمده سنه ما يخدمش او نصف السنه، او يقدر يتنقص ليه النص ديال الصالير ديالو. يعني حنا كنطالبوا دابا حتى الوزاره تشوف لنا حل، لان وصلنا للحل الباب المسدود مع صاحب المؤسسه، وشكرا.